الناس دماغها مختلفة، كل واحد وله دماغه. اللي دماغه صغيرة عبقري، واللي دماغه كبيرة مش عايز تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ واللي دماغه ناشفة ايه يا بودي؟ ليه؟ واللي دماغها جزمة ليه؟ سراج هو انت بتردش عليا ليه؟ ها؟ واللي دماغه في حتة تانية، واللي دماغه في الكورة، واللي دماغه في الطراوة، واللي دماغه حلوة، واللي دماغه أفلام، واللي بيشتري دماغه أيا كان الدماغ إيه، الشمعدان مفيش اختلاف عليه، لأنه عمل اللي يعجب دماغ كل واحد. الشمعدان فاهم دماغك.